فنانة بملامح عربية أصيلة لها باع طويل في العمل الدرامي والمسرحي، لقبها جمهورها بسيدة الشاشة العراقية. إنها الفنانة القديرة آسيا كمال. مشوارها الفني امتد لأكثر من 3 عقود، قدمت فيه 13 مسرحية، أبرزهم في أعالي الحب ومقامات أبو سمرة، بجانب 11 فيلما وأكثر من 80 عملا تلفزيونيا. بدأت آسيا كمال مشوارها الفني منذ طفولتها من خلال مشاركتها في النشاط المسرحي المدرسي، فكانت محظوظة إذ عملت حينها مع المخرج سامي عبد الحميد، حتى شاركت عام 1979 المخرج عادل طاهر في عمله التلفزيوني سباعية الغائب يعود. حصلت آسيا كمال خلال مشوارها الفني على العديد من الألقاب والجوائز، أبرزها لقب أفضل ممثلة عراقية عام 2010 و2011 على التوالي. تحية إعزاز وتقدير لسيدة الشاشة العراقية آسيا كمال.